السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد وزير المنتدب في الداخلية، السيد نائب رئيس جهة، السادة رؤساء الجهات، السادة رؤساء وحكام الجهات من مختلف الدول الصديقة الحاضرين معنا، مرحبا بكم. السادة العمال والولاة والأطر والكفاءات، حضرة السيدات والسادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بافتتاح هذا المنتدى، المنتدى العالمي للجهات التي نتشرف في المغرب باستضافته، ونرحب دائما بضيوفنا من مختلف دول العالم والذين أتوا من قارات متعددة من دول متعددة، ولكن كلهم يمثلون جهات وحكومات وسيطة أو محلية. والاستضافة تتعلق بأن المغرب يؤمن إيمانا عميقا بالديناميكية التي يجب أن تسهم بها الجهات والحكومات المحلية في مختلف أوجه ومستويات التنمية. المغرب من إيمانه بالديمقراطية والتطوير الديمقراطية يؤمن أيضا بأنه أن الديمقراطية تحتاج إلى ديمقراطية محلية، تحتاج إلى أن تكون قريبة من المواطنات والمواطنين، تحتاج إلى أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات حتى داخل البلد الواحد، خصوصيات الجهات، خصوصيات المناطق. ولا ديمقراطية بدون هذه الديمقراطية المحلية، كما أنه لا تنمية بدون ديمقراطية، فذلك لا ديمقراطية بدون تنمية محلية وإشراك السكان المحليين في تدبير شؤونهم المحلية بأنفسهم. لكن المغرب أيضا يؤمن إيمانا عميقا بهذه البرامج الثلاث التي ينعقد هذا المؤتمر لمناقشة كيف يمكن مواجهة تحدياتها، كيف يمكن أن يشترك الجميع لإنجاحها. هذه البرامج الثلاث: برنامج التنمية المستدامة 2030 الذي أطلقته الأمم المتحدة، أيضا البرنامج الحضري الجديد، وأيضا اتفاقية باريس. والمغرب يؤمن إيمان عميق ومنخرط انخراط عملي ومنذ سنوات في مضامين هذه البرامج الثلاث. كما قال المتحدثون من قبلي، كلهم قالوا وأعطوا أمثلة على انخراط المغرب العملي. اليوم المغرب عنده استراتيجية التنمية المستدامة التي صدق عليها وبدأ تنفيذها، صدق عليها في المجلس الوزاري فواسط 2017 بقيادة جلالة الملك. المغرب منخرط في تطوير الطاقات المتجددة، وانخرط في هذا، وهناك استراتيجية طموحة بأهداف طموحة ببرامج عملية بعمل على الأرض وبتطور. وكي أعطي رقما أو رقمين فقط، الهدف الذي يهدف إليه المغرب هو أن تكون عنده إمكانيات توليد 42% من الكهرباء الوطنية سنة 2020 من الطاقات المتجددة، وأن يكون عندنا 52% من الكهرباء المصنعة فوق 2040، فوق 2030 52% منها. معنى ذلك أن هناك أهداف طموحة، وعندنا برامج على الأرض، وهناك أيضا استراتيجية للنجاعة الطاقية بصدد المصادقة عليها.
فعندنا برامج متنوعة واستراتيجيات، وهذا نتيجة إيمان المغرب بضرورة أن ينخرط في هذا التطور العالمي، على الرغم من كلفة هذا الانخراط المالية والاقتصادية، ولكن إيمانا بأنه على المدى المتوسط سيربح المغرب وسيربح المواطنات والمواطنين في المساهمة في مواجهة هذه التقلبات المناخية المؤثرة على مستقبل البشرية ومستقبل أبنائنا. هناك إذن رؤية، هناك استراتيجيات، وهناك برامج وعمل على الأرض. نحتاج أيضا بطبيعة الحال إلى أن نستفيد من أصدقائنا عبر العالم، وأن نتقاسم معهم أيضا تجاربنا في هذا المجال، وأن نعطي أهمية للجهات في تنفيذ وتطبيق هذه البرامج. ولذلك موضوع هذا المنتدى العالمي للجهات هو ذو راهنية بالنسبة للمملكة المغربية، داخل في الاهتمامات اليومية للمسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا، وأيضا إن شاء الله سيؤثر في انخراط المغرب في إفريقيا عن طريق تقاسم تجاربه مع أصدقائه وأشقائه في إفريقيا وأيضا عبر العالم. إذن أحاول أن أقول بأن هذا المنتدى هو يلبي حاجة ورغبة مغربية في المشاركة عالميا في هذه الديناميكية الإيجابية، التي عندها من جهة دعم الحكومات المحلية والجهات والجهوية، ثانياً دعم التنمية المستدامة ومختلف البرامج للتنمية المستدامة ومواجهة التقلبات المناخية. فلذلك نحن سعيدون مرة أخرى بأن نستضيفكم في المغرب. مرحبا بكم، سوي لي بيانفوني توس وماروك، وسنكون سعيدين بأن نتلقى خلاصات هذا المنتدى العالمي، وأن نستفيد منها، وأن نفيد عن طريق التفاعل داخل هذا المنتدى. فأحيي الجميع وأتمنى لكم مقام طيب في المملكة المغربية، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.